الساعة الأولى من العملية الانتخابية توجه نحو مركز التصويت. موسى الذي يؤدي واجبه الانتخابي لأول مرة في حياته لم تمنعه حالته الصحية من إسماع صوته ووضع بصمته في هذا الاستحقاق. جبته يؤدي الواجب نتاعو انتخابي، واجب وطني، واجب الانتخابي. وفي مكان آخر من هذا الوطن الغالي استثناء آخر، هذه السيدة ورغم حركتها المتثاقلة إلا أنها سارعت خطواتها فلم تتخلف في أن تكون جزءا من الاختيار. جيت اليوم ننتخب في ولاية بسة على الرجل المناسب اللي يكون في المكان المناسب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفقنا ووفقكم الله. مثلما يجمعهما الواجب يحذوهما الأمل في مستقبل يخدم الجميع في كنف وطن ملؤه الأمن والاستقرار والازدهار. الرئيس اللي باش يخرج إن شاء الله يكون في المستوى مع ذو الاحتياجات الخاصة، خاصة في ولاية بسة. الرئيس هذا يقوم بالواجب بتاعه إن شاء الله، والمرضى والمعوضين. قصص الثبات على الوفاء والتعلق بالوطن كثيرة، فلا استثناء يمنع من أداء الواجب الانتخابي في هذا الموعد الرئاسي المفصلي للجزائريين.